النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. طبعا استقرت اليوم الأجواء في أغلب مناطق المملكة وارتفعت درجات الحرارة بشكل لافت، وبقيت لكن بالرغم ذلك أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. الطقس كان ربيعي لطيف في أغلب المناطق، مائل للدفء خلال ساعات الظهيرة والعصر، كما كان يعني ربيعيا دافئا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. خرائط توزيعات الكتل الهوائية حقيقة التي استلمت اليوم أشارت إلى عودة جديدة لاندفاع كتلة هوائية باردة نحو المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، كما تلاحظون بهذه الألوان، وتتقدم هذه الكتلة تدريجيا باتجاه الشرق لتصل إلى المملكة. الحقيقة خلال الأيام الماضية كان واضح لدينا بأن هناك منخفضا جويا سيقترب من منطقة بلاد الشام بما فيها المملكة يوم السبت، إلا أن هذا المنخفض الجوي سيكون ذات تأثير ضعيف. هذه الخرائط تغيرت والمعطيات تغيرت وأصبحت تشير إلى تعمق هذا الهواء البارد إلى داخل المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، وسيؤدي إلى تشكل وتعمق لمنخفض جوي بمشيئة الله تعالى فوق منطقة بادية الشام، الأمر الذي سيعمل على حدوث أحوال جوية متفاوتة ومختلفة. نبدأها بأن يوم غد الجمعة سيطرأ ارتفاع كبير جدا على درجات الحرارة نتيجة هبوب رياح شرقية قادمة من شبه الجزيرة العربية. تعمل هذه الرياح على ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتصبح الأجواء تقريبا حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة. الأمر الآخر ستعمل على هبوب الرياح، ستحدث عنها بعد قليل، نشطة سرعة مثيرة للغبار. والأمر الآخر هو أن هناك اندفاع لكتلة هوائية باردة خلف هذا المنخفض ستعمل على هبوط درجات الحرارة بشكل كبير يوم السبت، وبالإضافة إلى عودة فرصة هطول الأمطار الرعدية بمشيئة الله تعالى. خرائط الرياح، خرائط الضغط الجوي عفوا، تشير الى هذا المنخفض الجوي الذي يسمى علميا بالمنخفض الجوي الحراري الذي سيتحول ويتعمق خلال ساعات نهار يوم غدا. اذا هذا المنخفض الجوي مع ساعات ظهيره يوم الجمعه يتمركز كما تلاحظون الى الجنوب الشرقي من المملكه، يدفع برياح شرقيه ذات درجات حراره مرتفعه، وبالتالي تعمل على ارتفاع واضح على درجات الحراره نهار يوم غدا. ولكن مع ساعات المساء ومع اقتراب الكتله الهوائيه البارده من الغرب يتعمق هذا المنخفض الجوي كما تلاحظون، وسيعمل هذا المنخفض الجوي مع بدء تحركه باتجاه الشمال إلى هبوب رياح نشطة جدا على المناطق الشرقية من المملكة، الأمر الذي قد يؤدي إضافة طبعا هذه الرياح الشرقية النشطة أيضا على الأراضي السورية والعراقية وبادية الشام، الأمر الذي قد يؤدي لاندفاع موجات غبارية كثيفة نحو المملكة. لا يمكن تحديد هذه التوقعات من الآن، ستتم تحت وستكون تحت مراقبة نهار يوم غد. مع تحرك هذا المنخفض الجوي نحو الشمال مع ساعات صباح يوم السبت تتأثر مناطق مختلفة من مناطق بلاد الشام بما فيها المملكة بحالة وأحوال جوية غير مستقرة، ينتج عنها عودة لفرص هطول الأمطار الرعدية بمشيئة الله تعالى. مع ساعات مساء يوم السبت يدخل مرتفع جوي نحو أجواء المملكة وتعود الأجواء للاستقرار من جديد، لكن هذا المرتفع الجوي هو يدخل ومع وجود كتلة هوائية باردة، وبالتالي سيكون لدينا انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة مع ساعات بعد ظهر يوم السبت بمشيئة الله تعالى. بالنسبة لتوقعات الرياح، إذا هذه الرياح مع نهار يوم الجمعة كما تلاحظون الرياح بشكل عام شرقية إلى جنوبية شرقية، قد تثير أتربة ورمال في مناطق مختلفة من المملكة، ولكنها بالشيء الأساسي هي مترافقة مع ارتفاع درجات الحرارة. مع ساعات مساء يوم الجمعة كما تلاحظون باللون الأحمر رياح شديدة شرقية فوق الأراضي السعودية، يقابلها رياح شمالية شرقية قوية فوق الأراضي السورية، الأمر الذي سيؤدي أيضا لاحقا إلى امتدادها باتجاه مناطق شرق المملكة. هناك رياح شديدة متوقعة على مناطق الصفاوي، ومن المتوقع أن تصل إلى
موجات غبارية كثيفة إلى بعض مناطق العاصمة وأجزاء مختلفة من شرق المملكة، وبالتالي تحت المراقبة وجود فرصة لأن ترتفع نسب الغبار بشكل كثيف في ساعات الليلة القادمة ليلة الجمعة على السبت، بالإضافة إلى نشاط سرعة الرياح الكبير المتوقع بمشيئة الله تعالى فوق مناطق البادية الشرقية. يوم السبت نهارا تنشط الرياح الغربية في أغلب مناطق المملكة وتثير الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية، كما سنلاحظ الآن من خرائط توقعات الغبار والتي تشير خلال ساعات نهار يوم غدنا لامتداد بعض الأتربة المتراكمة كما تلاحظون في ساعات النهار، ولكن في ساعات الليل يتوقع أن تتشكل موجات غبارية تكون قوية على المناطق الشرقية، ربما تمتد بعض منها إلى المملكة إلى العاصمة. ويوم السبت كما تلاحظون المناطق الصحراوية من المملكة على موعد مع رياح شديدة تعمل على إثارة الغبار وموجات ترابية ورملية قد تكون في بعض منها كثيفة كما تلاحظون. إذا عودة إلى الأحوال الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى، هذه الليلة الطقس سيكون أدفأ مما كان عليه في الليالي الماضية، تقريبا درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة وقت السحور 13 درجة مئوية مع أجواء صافية مائل للبرودة طبعا الطقس مع ساعات الليل المتأخرة. فكرة الجلوس في الخارج هذه الليلة قد تكون جيدة في ساعات الليل الأولى، ولكن مع مرور الوقت تنخفض درجات الحرارة ويعني تزيد نسبة الشعور بالبرد. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة نهار يوم غد الجمعة كما ذكرت يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، تصبح درجات الحرارة حتى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بعدما مكثت تقريبا فترات طويلة دون المعدلات ولفترات طويلة، ترتفع غدا إلى أعلى من معدلاتها المعتادة. يتحول الطقس غدا ليصبح تقريبا حارا نسبيا في أغلب المناطق ربيعيا بشكل عام، ويكون حارا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. تنشط قليلا سرعة الرياح الجنوبية الشرقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال في مناطق مختلفة من المملكة سيما المناطق الصحراوية بمشيئة الله تعالى. مع ساعات ليلة الجمعة على السبت يتوقع كما ذكرنا أن تنشط رياح شمالية شرقية قوية على مناطق البادية الشرقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إثارة الأتربة وتشكل موجات غبارية قد تنتقل بطبيعة الحال إلى مناطق ومدن أخرى. يوم السبت تتأثر المملكة بمنخفض جوي ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتعود معه فرص هطول الأمطار الرعدية بمشيئة الله تعالى. إذا النهار يوم غد مع وقت الإفطار تكون درجة الحرارة 29 درجة مئوية أعلى بكثير مما كانت عليه الأيام الماضية، وبالتالي الجلوس في الخارج جيد مع بعض التحفظ بسبب وجود واحتمالية وجود ارتفاع نسبة غبار في الأجواء. درجات الحرارة العظمى متوقعة غدا والصغرى الليلة القادمة نبدأها في الشمال من إربد من 27 إلى 14، جرش 29 إلى 15، عجلون 25 إلى 14، وفي المفرق من 31 إلى 17 درجة مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة من 29 إلى 15، في البحر الميت أجواء حارة من 36 إلى 20، في مأدبة من 31 إلى 15، في البلقاء من 29 إلى 16، وفي الزرقاء من 32 إلى 18 درجة مئوية. المناطق الجنوبية في الكرك من 28 إلى 16، في الطفيلة من 26 إلى 15، في معان من 31 إلى 18، أما في الشراء من 26 إلى 15، وفي خليج العقبة أيضا أجواء حارة تصل إلى 37 درجة مئوية نهارا والصغرى 22 درجة مئوية في ساعات الليل. مناطق البادية الشرقية 32 إلى 18 في رويشد، الصفاوي من 33 إلى 18، أما في الأزرق من 34 إلى 19 درجة مئوية. إذا نظرة سريعة على الأحوال الجوية توقع خلال ثلاثة أيام القادمة، غدا 29 إلى 15 انخفاض كبير وحاد جدا على درجات الحرارة بين يوم الجمعة والسبت وبأكثر من 10 درجات مئوية، هناك فروقات حرارية كبيرة جدا، عودة لفرص الأمطار الرعدية بمشيئة الله تعالى، العظمى 19 في عمان، الصغرى 11 درجة مئوية، كما تلاحظون يوم الجمعة ليلا جمعة السبت 15 درجة مئوية، الجمعة السبت على الأحد 11 درجة والأجواء تعود تصبح باردة نسبيا، يوم الأحد الحرارة 21 نهارا 11 درجة مئوية ليلا، وتبقى الأجواء مائلة للبرودة ودرجات حرارة دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. قبل الختام أود التنبيه بشأن سرعة الرياح الشديدة على المناطق الشمالية الشرقية من المملكة ليلة الجمعة على السبت وضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والانتباه لدى الإخوة المزارعين من حماية مزروعاتهم، كما أدعوكم إلى تحميل تطبيق طقس عرب وزيارة موقعنا الإلكتروني ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الحالة الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.